السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزولا عند طلب بعض التلاميذ، غادي نقوم بشرح تمارين صفحة 19 من النجاح في الرياضيات السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. النجاح في الرياضيات عندنا صفحة 19، لأن صفحة 18 كنا كنتحدثوا على الزوايا سيتادير لي زونغل. اون ا دي كو الزاوية القائمة اللي هي دغوا راه القياس ديالها 90، قياس الزاوية المستقيمية 180، قياس الزاوية مليئة 360، قياس زاوية منعدمة هو 0، قياس زاوية حادة فهي أقل من 90 درجة، وقياس زاوية منفرجة فهي بين 180 درجة وبين أقل من 180 درجة وأكثر من 90 درجة. بالنسبة للتمرين صفحة 19، التمرين الأول أقيس الزوايا بواسطة المنقرة وأكتب القياس. هنا الزاوية بي لقينا فيها 90 درجة، الزاوية ام ان ال لقيناها 114 درجة، والزاوية او اف تعاود اف غندير اش، او اف جي هي 60 درجة، وعلى حسب المنقلة ممكن تكون التدريجات كتخوننا، ممكن تكون 57 58 او لا، انا لقيت 60 درجة. بالنسبة للتمرين الثاني غادي نرسمو زوايا على ورقة مستقلة، زوايا القياس ديالها 55 132 70 168 170 درجة و 90. وكما نعلم أن بالنسبة للقياس ديال الزوايا راه كنحطو نقطة تعامد، راه كيبان لينا فيها تعامد في المنقلة، منقلة نقطة تعامد في المنقلة هي اللي كنحطوها، هاد النقطة ديال التعامد هي الأساس، نقطة ديال التعامد باش نقيسو الزوايا، هذه هي الأساس، هاد النقطة هذه كنحطوها في رأس الزاوية. إلا بغينا نقيسو الزاوية من هاد الجهة ديال اليمين راه غادي يبدا العد من هاد الصفر تحتاني، وإلا عندنا زاوية بغينا نقيسوها أولا ناخدو القياس ديالها راه الصفر، العد من هاد الصفر اللي الفوق. كنتمنى أنكم فهمتوا الطريقة ديال المنقلة اللي هو لو رابورتور، لو رابورتور. تمرين 3، أتحقق بواسطة الأنسخ من أن الزاويتين أ أو بي و إم إن إي متقايستان. غنشدو الأنسخ وغنسخو الزاويتين بجوج وغنشوفو هل هما متقايستان أم لا، ثم أقيس بالمنقلة الزاويتين أش أو كا و أ أو بي، أش أو كا و أ أو بي. هنا الزوايا لقينا 45 درجة في أو أب بي و أو أب بي، أ أو بي عفوا، ثم إن إي إم لقينا 35 درجة. ماذا نستنتج بالنسبة للزاويتان اللي هما متقابلتان بالرأس؟ أنهما زاويتان متقابلتان بالرأس راهما متساويتان. بوغ ليكزيرسيس 4، exercice 4, je mesure les angles de chacun des deux polygones puis je complète les tableaux. Le tableau, on a déjà fait le قياس CBA, لقيت فيها 71 درجة، DCB لقيتها 92 درجة، وBAD 87 وADC 110، ثم توتال اللي جمعت هو 360، لان مجموع زوايا مضلع هي 360 درجه، مجموع زوايا مضلع هي 360 درجه، مجموع زوايا مضلع 360. بالنسبه للمثلث لقيت 50 درجه في جي اف او، و اف جي او فيها 40، وفي اف او جي لقيت 90 درجة، يعني قائم الزاوية، ولقيت في المجموع 180. وكما نعلم أن مجموع قياس زوايا مثلث، مجموع قياس زوايا مثلث دائما هي 180 درجة. سوف أعيد، مجموع قياس زوايا مضلع 360 درجة، زوايا المثلث المجموع ديالهم هو 180 درجة. بالنسبة للصفحة، الصفحة رقم 20،
اول تمرين طلبوا منا على اننا نرسموه في ورقه مستقله، نفس الرسم في ورقه مستقله. بالنسبه للتمرين رقم 6، استعمل منقلة لقياس الزوايا التالية: أو أطروة أو ثلاثة. أولا هاد الزاوية فيها تعامد، يعني زاوية فيها 90 درجة، أواحد أو أربعة، أواحد أو أربعة، لقينا فيها 110 ديال، لقينا فيها 110 أو. غادي ناخد القياس أو واحد، أو واحد، و أ أربعة فيها 110، 110. أ أو بي، أ أو بي، نرى أن أ أو بي زاوية مستقيمة، إذا تساوي 180 درجة. الزاوية أ أو أ واحد، أ أو أ واحد، أ أو أ واحد، دائما نقطة الخط على الخط. أو أواحد 30 درجة، 30 درجة. أو اثنان، أو اثنان، أو اثنان 40 درجة. أو أربعة، أو أربعة، هي 140 تقريبا، 140. استعين بمسطرة، نستعمل المسطرة باش تجيني، لا 135 درجة، 135 درجة، 135 درجة. ثم التمرين رقم 7، ننقل الشكل في الدفتر: أتحقق من أن الزاويتين أ أو بي و أو بي متقايستان. أ أو بي، أو بي أ و أو أ، نتحقق الرأس أ، الرأس أ لنا 30 درجة. بالنسبة لي بي نتحقق نعم 30 درجة، يعني تحققت ولقيت 30 درجة، إذن الزاويتان متقايستان. أحدد قياس الزاوية الملونة سي أ بي، سي أ بي. كما نعلم أن الزاوية المستقيمية فإنها تساوي 180 درجة، وعندنا هنا زاوية 55 و35، يعني نقوم بمجموع 35 زائد 55 تساوي 5 زائد 5 10 8 9، يعني 90. 180 ناقص 90 هي 90، يعني هذه زاوية قائمة تساوي 90 درجة، تساوي 90 درجة. بالنسبة للصفحة، صفحة 21، دائما من النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة من تعليم ابتدائي. التمرين رقم 9، نرسم زاوية او او اف على انسوخ. انا ما عنديش الانسوخ ولكن عندي واحد الورقه غادي نرسمها، غندير زاويه قائمه، زاويه قائمه، زاويه قائمه او او اف. طلبوا منا بالنسبة للباء استعمل طي لرسم نصف الزاوية، نصف الزاوية غادي نطوي الزاوية، كنتمنى أنها يجي في النصف لأن الأنسوخ تيكون أسهل. هذا هو نصف الزاوية، نصف الزاوية، نصف الزاوية. نصف الزاوية اللي هي، ثم ربع الزاوية، ربع الزاوية، يعني هذا النصف خصنا ثاني النصف ديالو، النصف
غناخدو النصف ديالو. انا عندي المربعات غادي نخدم بهذا النصف، نصف ونصف. غادي نحط الخط على الخط، نحاول ما امكن لان ما عنديش انسوق. ها هو الربع، هذا هو الربع، ربع الزاوية. ثم أقيس بواسطة المنقلة نصف الزاوية القائمة وربعها. بواسطة المنقلة نقيس هنا زاوية قائمة يعني 90 درجة، 90، الربع النصف هي 45 درجة، 45 درجة، ثم الربع عندنا 20، عندنا هذا هو الربع، جاتني تقريبا في 25 درجة. هنا 45 وهذه 25 درجة تقريبا، لأن المنقلة فيها دوك التدريجات بعد الخطرات يخوننا التدريج. أتحقق من أن الزاويتين، هذا التمرين رقم 10، AMB وNB متقيستين. نحن نتحقق فقط بالمنقلة AMB. AMB يعني هاد الزاوية، هاد الميم AMB فيها 90 درجة، و ANB 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 0 90 درجة. إذا القياس هو زاويتان متقيستان قياسهما 90 درجة. أدعم تعلمات، لنعتبر الشكل التالي. أدعم التعلمات بالنسبة للتمرين 11، لنعتبر الشكل التالي: ألف أقيس الزاوية A أو C، A أو C منقلة A، A أو C، A أو C، A أو C تساوي، دائما غادي نستعن بمسطرة A أو C، A أو C عندنا هي 45 درجة، 45 درجة. ب: باستعمال المنقلة أقيس الزاوية A أو B، A أو B، A أو B، A أو B، A أو B. هنا كاينة B، A أو B عندنا هي، نبداو من هنا 130، 135، 135. بدون استعمال المنقلة أحسب قياس الزاوية A أو B. كيفاش غنديرو بدون منقلة؟ كما نعلم أن زاوية مستقيمية مجموع قياسها 180 درجة. A أو مثلا إلا درنا هنا، هاد الزاوية هادي مستقيمية يعني القياس ديالها 180 درجة، وعندنا 45 درجة، غنديرو 180 درجة ناقص 45 غتعطينا 135 درجة. ليكزيرسيس 12، جو مزور.